شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رمضان أحكام وآداب، والذي نستضيف فيه وإياكم فضيلة الشيخ الدكتور مسرج ابن منيع الروقي الأستاذ المشارك في قسم الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله. أهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. حياكم الله شيخنا. لو نفتتح الحلقة شيخنا بذكر ما يتعلق بالجود والصدقة في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رمضان هو شهر الجود وشهر السخاء وشهر الصدقات. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من طبعه الكرم والجود والسخاء، ولكن جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان. فكذلك ينبغي على المؤمن أن يتحلى أولا بالجود والسخاء والكرم. والجود ليس هو بالمال، هناك الجود بالنفس، بالجاه، بالعلم، بالمال، ببدن الإنسان، بكل ما يملك. فإذا كان هذا الخلق النبيل ينبغي للإنسان أن يتحلى به، وبه يسود الناس. فالإنسان إنما يسود بالكرم والشجاعة. فمن باب أولى إذا دخل شهر الصوم أن يضاعف من جوده وكرمه وصدقته لما لهذا الشهر من فضيلة عند الله سبحانه وتعالى، ولما للصدقات من مزية. بعض العلماء ذكروا لماذا الجود يتضاعف في رمضان، لأن الإنسان في رمضان يقرأ كتاب الله عز وجل، فتتردد على مسامعه آيات الصدقة وما ذكره الله سبحانه وتعالى من فضلها، فيكون هذا محفزا له على هذا الجود وهذا السخاء وبسط اليد. أيضا لما في هذا الشهر من جود الله سبحانه وتعالى على عباده وفيضه سبحانه وتعالى من الرحمات والخيرات والبركات، فإن العبد يكون متحليا بذلك عله أن ينال رحمة الله عز وجل. فهذا هو السبب في أن الجود يتضاعف في هذا الشهر الكريم. جميل. لو تذكر لنا شيخنا بعض ما يعني فضائل الصدقة الواردة في الآيات أو في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصدقة من أجل الطاعات التي تدل على شرف صاحبها. والإنسان ذكر الله عز وجل أنه إذا تمنى الرجوع للدنيا يتمنى لأجل أن يتصدق. نعم هو يتمنى العمل الصالح، ولكن ذكرت الصدقة لفضلها. قال ربي فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والإنسان يوم القيامة يستظل في ظل صدقته. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بيمينه أو صدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم عنها شماله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصدقة برهان، فهي برهان على إيمان العبد. الله عز وجل لما نوع العبادات جعل هناك عبادات بدنية محضة،
وجعل هناك عبادات مالية محضة، وجعل هناك عبادات فيها الجانب البدني والمالي. ولذلك بعض الناس ممكن يتعبد الله عز وجل بالعبادات المالية البدنية المحضة، ممكن يصلي عشرات الركعات تطوعا أو مئات الركعات، ولكن ربما لا يتصدق، لأن المال أمر طبيعي، أن النفس مجبولة على حب المال، وتحبون المال حبا جما. ولكن الإنسان إذا كان من المتصدقين هذا دليل وبرهان على إيمانه وعلى أنه يقدم ما عند الله عز وجل. أيضا من فضائل الصدقة أنها تقي مصارع السوء والهلكة. كم من مصائب دفعت عن الإنسان بسبب صدقته. أيضا الإنسان الذي يجود فإن الله عز وجل لا يخزيه. خديجة رضي الله تعالى عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءها يرجف فؤاده قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أيضا هي تطفئ غضب الرب، فالإنسان لما يعصي الله عز وجل يغضب ربه، ولكنه بهذه الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فالصدقة لها فضائل عظيمة. وفي القرآن الكريم ذكر الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأيضا من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والآية الأولى التي ذكرناها فيها المضاعفة من سنبلة واحدة إلى 7 سنابل إلى 700 سنبلة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. فهذه جملة من الفضائل. والله عز وجل ذكر أن الإنسان إذا وقي شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جميل جميل، جزاكم الله خيرا شيخنا. هل الجود في رمضان هو مقتصر فقط على الجود بالمال والصدقة يعني بالمال والنفقة؟ هناك صور أخرى للجود يعني يحرص عليه الصائم؟ طبعا احنا ذكرنا في أول الحلقة أن هناك الجود بالعلم، فالإنسان المتعلم طالب العلم ينبغي أن يجود بعلمه في رمضان، تعليم الجاهل، إجابة المستفتي، إرشاد الغافل، تنبيه الناس، ولا شك أن هذا من أعظم الجود، لأن العلم يزكي القلوب وتصحح به عبادات الناس. أيضا الجود بالجاه والشفاعة، فالإنسان الذي يحتاج إلى أن الإنسان يشفع له عند شخص يقضي حاجته، فلا شك أن هذا من أعظم الصدقات ومن أعظم الجود. أيضا في رمضان هناك صدقات نبه عليها، تفطير الصائمين مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه الترمذي بن ماجة: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. ونحن نرى الآن الناس يتسابقون، وهذا دليل خير وبر. وفي حديث آخر: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وهذا الصائم الذي في آخر النهار هو جائع، فالإنسان يحتسب الأجر فيه، وأن الله عز وجل يطعمه من ثمار الجنة. وهذا كان ديدن السلف، كما يقول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. ويمكن ذكرنا في حلقات سابقة أن رمضان هو شهر العبادة، ولكن هناك عبادات نص عليها في رمضان. رمضان هو شهر الصيام، شهر القيام، تلاوة القرآن، الصدقة، الاعتكاف، العمرة، هذه الأعمال التي نص عليها في رمضان، وغيرها من أعمال البر. فالصدقة من أعظم العبادات. ومثل ما ذكرنا الحديث السابق، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا جانب تفطير الصائمين أو إعداد السحور لهم. أيضا من الجوانب المهمة السعي على الأرامل والمساكين والمحتاجين،
بالسلال الغذائية، بالكسوة، بمساعدتهم فيما يحتاجونه. أيضا من الأمور المهمة في رمضان وهي قضية قضاء الديون أو إنظار المعسرين، وهذا من أعظم الأعمال، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. الشاهد أنه يحرص الإنسان، يحرص ألا يمضي يوم من رمضان إلا وقد تصدق فيه، ليتخلق بهذا الخلق العظيم ولينال دعوة الملك الكريم، كما في الحديث: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. جميل، أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا، وجزاكم خيرا أنتم أيضا متابعين الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم. إلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.